بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تنمو في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات تتحمل درجة يعني درجة عالية جدا من البرودة، ممكن تصل إلى 5 تحت الصفر، ونسبة الحرارة تقريبا غالبا تموت في درجة حرارة مرتفعة جدا مثل 50 أو 55 أو 60، ممكن تموت في هذه الدرجات. طبعا لا تتحمل التصحر بنسبة كبيرة جدا جدا، مع أنها تعيش في المناطق الصحراوية في الجزيرة العربية، وبالتحديد يعني تعيش في الشرقية مثل ما تلاحظون. طبعا تم دراسة العينة من قبلي تحت المجاهر التشريحية، وتشريح العينة ودراسة المخلوقات المتواجدة في العينة. وبعد دراسة العينة يعني اكتشفت فصائل كثيرة جدا تعيش على العينة، مثل الميكروبات، الطفيليات، البكتيريا، الفطريات، الديدان. ممكن تلقى فصائل كثيرة جدا تعيش داخل أيضا داخل العينة. ممكن تلقى التهابات بعد ما يحصل تليف في الأنسجة أو تغير في الأنسجة، أو التهابات سطحية في الأوراق، أو يعني أي نوع من أنواع، أو تآكل الجذع، على حسب يعني علم الأمراض المرتبط بعلم الحشرات والطفيليات والأحياء الدقيقة. أنا أنصح الباحثين بدراسة علم النباتات وتكثيف الجهود في دراسة الميكروبات والطفيليات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.